مرة أخرى حياكم الله على برنامجكم المجلة السعودية، معكم الدكتور خالد الشمري. أعزائي المشاهدين، تأمل اليوم حيكون من متى الإصحاح 9 من الآية 1 إلى الآية 8، حنقراها سوا. يقول الرب هنا: فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته، وإذ مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفور لك خطاياك. وإذ قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفور لك خطاياك أم يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن ابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال المفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطان مثل هذا. أحبائي، هنا نشوف أنه زي ما أنت الآن جالس خلف الشاشة عم تتفرج على قناة الحياة، قناة الحياة والبرنامج هذا اللي أنت الآن عم تتفرج عليه مش عمل فردي، هذا عمل جماعي. زي ما شفنا هنا الأربع أشخاص اللي أخذوا صاحبهم ونزلوه لعند المسيح، تماما لو كان واحد ولا اثنين كان إلا ما يصير خلل وطاح، لكن هذا التعاون هو اللي جاب الرجال لعند المسيح. هو نفسه الرجال كان عندهم استعداد انه يقبل المسيح، فهذا كله عمل مشترك. لكن احنا ما نقدر اكتر من انه نجيب لك المسيح، نجيبك لعند المسيح، وبعدين تبدأ انت الان تاخذ قرارك بنفسك وتقول انا بقبل المسيح كرب ومخلص وإله. هذا القرار احنا ما نقدر ناخذه عنك. تعالوا نسمع المزمور. الرب أحبط مؤامرات الأمم، أبطل أفكار الشعوب. أما مقاصد الرب فتثبت للأبد، وأفكار قلبه تدوم مدى الدهر. يا سعد الأمة اللي إلهها الرب، وللشعب اللي يختاره ميراث له. يطالع الرب من السماوات فيشوف بني البشر كلهم، ومن مقام سكناه يراقب كل سكان الأرض. فهو جاب لقلوبهم جميع والعليم بكل أعمالهم. ما يخلص الملك بالجيش العظيم ولا الجبار بشدة القوة. باطل يتوقع النصر من يتكل على الخيل، فإنها ما تنجي على الرغم من قوتها. هو ذا عين الرب على اللي يخافونه، اللي يتوكلون على رحمته، فينقذ نفوسهم من الموت ويحفظ حياتهم في المجاعة. انفوسنا تنتظر الرب، هو عوننا وترسنا، تفرح قلوبنا فيه لأننا توكلنا على اسمه القدوس. تكون يا رب رحمتك علينا بحسب رجانا فيك. أبارك الرب في كل وقت، تسبيحه في فمي دايم. تفتخر نفسي بالرب فيسمعوني الطيبين ويفرحون. مجدوا الرب معي وخلونا نعظم اسمه مع بعضنا. طلبت الرب فاستجاب لي وانقذني من كل خوفي. اللي طالعوا له استناروا وما خجلت وجوههم مرة. هذا المسكين استغاث فسمعه الله وانقذه من كل ضيقاته. ملاك الرب يخيم حول اللي يخافونه وينجيهم. ذوقوا وشوفوا
يا طيب الرب، يا سعد هالرجال اللي توكل عليه. اتقوا الله يا كل اللي طهرهم، لأنه ما فيه احتياج للي يتقونه، تحتاج الأشبال وتجوع، وأما اللي يطلبون فما يعوزهم شيء من الخير. تعالوا يا البنون واسمعوا لي فأعلمكم مخافة الله. والحين يمكن أنت ضايع، يمكن أنت مضيع عمرك سنين من عمرك تقول إيش بسوي بحالي، بعبد رب أنا مش عارفة، مش واثق حدخل الجنة ولا النار. لكن اسمع الترنيمة ايش تقول. سنين سنين من عمري، سنين ضاعت وانا بأوهام، سنين من عمري سنين مرت كما الأحلام، وانا بعبد إله ما أعرفه، له بسجد ما هو حب فيه لا، بس خايفة ما أفهم بس أقول أمين. سنين في المسيح لقيت إيمان وغيرني، في المسيح الحق بان وحررني، من قيود عشت فيها سجين سنين. سنين من عمري سنين ضاعت وانا في اوهام، سنين من عمري سنين مرت كما الاحلام، سنين من عمري سنين ضاعت وانا في اوهام، سنين من عمري سنين مرت كما الأحلام، وأنا بعبد إلها ما أعرفه، وله بسجد ما هو حبا فيه خايفة، وأنا بعبد إلها ما أعرفه، وله بسجد ما هو حبا فيه خايفة، وما فهم بس أقول أمين. سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني، في المسيح الحق من حررني، في المسيح لقيت من غيرني، في المسيح في المسيح الحق من حررني، من قيود عشت فيها سجين. سنين سنين
رجعتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي، تلقون الحق في المسيح الحياة. صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي، تعرفون الفرق في محبة الله. وصلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي، تلقون الحق في المسيح الحياة. صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي، تعرفون الفرق في محبة الله. حبني ورعاني وكان لي معين سنين سنين، وفي المسيح لقيت من غيرني. في المسيح الحق بان وحررني. في المسيح لقيت من غيرني. في المسيح الحق بان وحررني. من قيودا عشت فيها سجين سنين سنين، واسعى للحق المبين. بس لا تناقش ولا تجادل، وجاوبوني بلا فهم لا دلة ولا برهين. فتاوي في كل المسائل، وقالوا اطلب العلم واسعى للحق المبين. بس لا تناقش ولا لا تجادل، وجاوبوني بلا فهم لا دلة ولا برهين. فتاوي في كل المسائل، احترت أصدق مين ولا مين. سنين وفي المسيح لقيت من غيرني. في المسيح الحق بان وحررني. في المسيح لقيت من غيرني. في المسيح الحق بان وحررني. من قيودا عشت فيها سجين سنين سنين سنين. بعد ما استمتعنا بهذه الترنيمة الرائعة، أنا وأتأكد أنه لمست قلبك زي ما لمست قلبي، وعارف أنه هذه معاناتك زي ما هي كانت معاناتي. لكن أنا قررت من نفسي أني أقبل الإله القوي الحي اللي كسر عني كل القيود وحررني.
تعال نصلي مع بعض هذه الصلاة الخلاصية. يا رب يا يسوع، سنين من عمري مضت، ولكن أنت وعدت في الكتاب المقدس أنك تعوض عن كل السنين اللي أكلها الجراد. أنت يا رب تعوض وتحول كل الأشياء، تعمل لي خير الذين يحبون الله. فأنا جايك وأنا غير مستحق أني أقف في محضرك، أنت إله قدوس قوي وأنا خاطئ جايك منكسر. أقول لك يا رب سامحني، أسكن في قلبي يا رب، خلصني في المسيح يسوع. شكرا يا رب أنك سمعت صلاتي واستجبت. لك كل المجد والقوة والكرامة إلى الأبد، آمين. والآن يا جماعة الخير بنقرأ اختبار أحد الإخوان ابن المحبة من السعودية. يقول: أنا شاب عمري 25 سنة، تركت الإسلام قبل مدة، كنت سابقا أتابع برامجكم وخصوصا التي تنتقد الإسلام، وكنت كأي مسلم أغضب وأحيانا أغير القناة وأدعو عليكم بالهلاك وبالزلزلة الأرض تحت أقدامكم وشل ألسنتكم وأيديكم، الله يسامحك يا، حتى حركتم عقلي وبدأت بالبحث والدراسة. عندما كنت مسلما كنت أتعلم أن المسيحية دين الإجرام، لأن منذ صغري نتعلم بأن المسيحي والمسيحي هو ذلك الإنسان في الحروب الصليبية، وأنهم أناس بلا أخلاق وبلا رادع، وأن نساءهم كاشفات عاريات، وربما يزني الأخ مع أخته والقس مع المصليات لأن الإنجيل يأمرهم بذلك. صدقوني هذا ما كانوا يعلمونه إيانا عن المسيحيين، لكن عندما قرأت الإنجيل لم أجد ولا كلمة واحدة تأمر المسيحيين بهذا، بل كله عفة وطهارة وقداسة. ومن هنا بدأت بالبحث والدراسة في الدين المسيحي، وكنت أسأل نفسي لماذا كانوا يخدعوننا، لماذا كل هذا التشويه بالمسيحية. أثناء بحثي بالمسيحية كنت لازال أربط الحروب المسيحية وأتصور أن بوش هو إنسان مسيحي حقيقي يمثل المسيحية، وكنت أكره المسيحية بناء على التصرفات أتبعها، حتى التقيت بأحد المسيحيات في إحدى المنتديات ونصحتني بألا أربط بين الدين والسياسة، وأن أركز على نصوص الإنجيل لكي أرى الكم الهائل من المحبة الموجودة فيه، وأن أنسى أمريكا وغيرها. وفعلا نفذت كلامها، وبالرغم من أني وجدت صعوبة في ذلك، ولكني كإنسان متعطش للسلام والأمان، دخلت المسيحية قلبي وملأتني سلاما، فهي ديانة الحب والسلام. أنا قبلت الرب منذ شهرين ونصف وأصبحت ابنا له. لا أعاني من مشاكل في إيماني الذي أعيشه بيني وبين نفسي، ويكفيني أن أشعر بالمحبة والسلام، بعكس حياتي السابقة حيث كنت أحب القتال والجهاد ونصرة الدين واختراق المواقع المعادية للإسلام وخلق الرعب فيها. ما أجمل أن تعيش حياة المحبة والسلام والعلاقة الحقيقية مع الرب الحقيقي. آمين. الرب يحميك يا أخويا ابن المحبة، اسمك حلو. أنت تذكرني بقصة بالكتاب المقدس شاول اللي كان يروح ويضطهد المسيحيين، لكن الرب تعامل معه وتحول اسمه لبولس، وهو الرسول اللي عمل على نشر الإنجيل. آمين تكون رسول لعند أهلك وجماعتك وقبيلتك. أنا واثق أنه الرب حيبارك حياتك يا أخي ابن المحبة. أصلي من أجل الحماية باسم يسوع المسيح له كل المجد، آمين. وكان في هذيك المنطقة رعاه يتناوبون يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك من الرب وقف فيهم ومجد الرب نور حواليهم، فخافوا خوفا عظيم.
فقال لهم الملاك: لا تخافون، فها أنا أبي أبشركم بفرح عظيم يكون لكل الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تلقون طفل ملفوف ومحطوط في مذود. وظهر فجأة مع الملاك جمهورا من الجند السماوي مسبحين الله وقايلين: المجد لله فلعالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويوم راحوا عنهم الملائكة للسماء، قالوا الرعاه بعضهم البعض: هيا نروح البيت لحم ونشوف هذا الأمر اللي صار وأعلمنا فيه الرب. وحين يا جماعة الخير، حنا واقفين بالساحة كنيسة المهد، الكنيسة اللي تولد فيها سيدنا المسيح تبارك اسمه. هو أصلا السيد المسيح من الناصرة، ولكن أيامها كان أغسطس قيصر الحاكم الروماني طلب من كل الناس أنه يسجلوا أساميهم، فقرر يوسف النجار اللي هو خطيب مريم العذراء انه ينزلوا للقريه اللي فيها القبيله تبعهم اللي هي هنا بيت لحم اللي حنا واقفين فيها الان. وسجلوا على حسب طلب الحاكم الروماني هذاك اليوم، زي ما يقولوا هذه الايام الاحوال المدنيه. وبعدين ولدت العذراء هنا، سيدنا المسيح له كل المجد. حنا الان على هذه الارض المقدسه. والحين يا جماعة الخير، حنا قاعدين داخل كنيسة قديمة جدا. هذه الكنيسة بنتها القديسة هيلينا، أمرت ببنائها. وهذه الكنيسة بنت على المغارة اللي اتولد فيها سيدنا المسيح تبارك اسمه. لأنه لما صار اكتتاب أيام الحاكم الروماني أغسطس، كثير ناس جوا على هنا ويبغوا يسووا اكتتاب، وكانت الفنادق زي ما هذيك الايام كانت زي فنادق، كانت كلها مشغوله ما لقوا محل، فلقوا المغاره وتولد هنا في هذه المغاره اللي بداخل هذه الكنيسه. هذا المكان اللي تولد فيه ربنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا محل النجمة هنا، هذا المغارة، هذا المكان بالضبط اللي تولد فيه ربنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا تحت الكنيسة اللي كنا قبل شوي نتكلم عنها. الحين يا جماعة الخير، هذه المغارة كنيسة اللي كان فيها الرعاة، وظهر لهم الملاك وبشرهم
في قدوم المسيح، ميلاد المسيح. فعادة بعض الكنائس يولعون شمعة عشان ربنا ينور حياتهم، فأنا حابب أن أولع هذه الشمعة من أجل بلادي، من أجل السعودية، من أجل الرياض، من أجل جدة، من أجل الحائل، من أجل مكة، من أجل الطائف، من أجل كل المدن والقرى السعودية. آمين يا ربي، ينور عليكم حياتكم، وزي ما ضاء نوره على هذه المنطقة، هذا النور يا رب يجي على بلادي. آمين. أعزائي المشاهدين، الآن أتحدث معكم من داخل المغارة اللي كان فيها الرعاة، اللي ظهر لهم الملاك وبشرهم ميلاد يسوع المسيح. ما أحلى الرب وأجمله أنه يظهر للناس البسطة المتواضعين، الرعاة كانوا يرعون الحلال برا، وهذا يقعدوا بالمغارة عشان يباتون الليل. أعزائي المشاهدين، إذا أنتوا استمتعتوا في هذه الحلقة زي ما أنا استمتعت الآن، أخبر أصحابك وأصدقائك. أتمنى أنك تكون سمعت رسالة من قلب الرب لك. وإذا كان عندك سؤال أو استفسار، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعية اللي حتظهر على الشاشة الآن. أحبائي، شكرا مرة أخرى لمشاهدتكم هذا البرنامج. معكم مقدمه الدكتور خالد الشمري، وأراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.